العزلة عن ساكنة المناطق الجبلية ببلادنا للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، المناطق الجبلية السيد الوزير تعاني من عدة نواقص. فك العزلة يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتنمية هذه المناطق. اليوم السيد الوزير ونحن في عهد هذه الحكومة اللي كنعتبرها أمال ديال المغاربة كاملين، العالم الجبلي يحتاج إلى معالجة خاصة، يحتاج إلى نوع من جبر الضرار، يحتاج إلى نوع من رد الاعتبار، نوع من الإنصاف. وبالتالي كنسألكم سيد الوزير، ما هي استراتيجية الحكومة لفك العزلة عن المناطق الجبلية؟ شكرا. جواب السيد الوزير المحترم. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، سيدات والسادة النواب المحترمون. فالاستراتيجية لفك العزلة هي كتعتمد أساسا على البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي والمناطق الجبلية، واللي تمت البلورة ديالو الفترة 2017-2023 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. وبرنامج هو برنامج متعدد الأطراف، يعتمد على حكمة خاصة حيث يتم برمجة المشاريع بناء على المقترحات ديال اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللي كيرأسها السادة الأولى، والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية اللي كترسها وزارة الفلاحة. فيعرف تنزيل المشاريع، تعرف تنزيل المشاريع يعني ديال هذا البرنامج تقدم مهما جدا على أرض الواقع، وبلغت الميزانية ديال المشاريع المبرمجة بين 2017-2021 34 مليار درهم، ومنها 13.66 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمساهمة 4 قطاعات وزارية، وهي الفلاحة والتجهيز والصحة والتعليم. وتم تخصيص 72% من هذه الاستثمارات لفائدة المناطق الجبلية. فبالنسبة للإنجازات، عندنا هناك بالنسبة لفك العزلة الطرق القروية لحد الآن تمت الإنجاز ديال 15446 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وإنجاز 146 منشأة فنية، وإنجازات كبيرة كذلك في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الوزير. شكرا. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم. تنظن بأنه اليوم عندنا حكومة قوية، حكومة منسجمة، لابد أنها تبدع مجموعة من الحلول. تنقترح عليكم السيد الوزير تفكروا في إحداث أو إنشاء وكالة لتنمية المناطق الجبلية، لأنها تعتبر من الآليات اللي غادي تعاون في تنزيل السياسة العمومية وفي الالتقائية ديال البرامج. وتنعتبر أيضا بأن هذه الوكالة هذه على غرار وكالة التنمية الفلاحية مثلا غادي تقدر تثبت الساكنة في المناطق ديالها، تخلق فرص ديال الشغل ولو موسمية سيد الوزير، باش نحاربوا الهجرة. اليوم المشاكل اللي كتعيشها المدينة السبب ديالها هو عدم الاهتمام بالعالم القروي، وتنظن هذا ورش كبير الحكومة إن شاء الله غادي تنجح فيه. وتنتمنوا لكم التوفيق والسلام عليكم. هل هناك تعقيبات إضافية؟